نادي الزمالك شعاره، انا قلت لك في البدايه، قلت لك شعار فرعوني، قلت لي لا مش عارف فرعوني ازاي، قلت لي لا اسمه المصري القديم. ممكن تفهمني الصياغه هنا في ايه بالظبط ما بين الفرعوني والمصري القديم؟ هي دي نقطة خلاف ما بين الباحثين إلى الآن، اللي في ناس تقول إحنا أحفاد الفراعنة ويقولوا على منتخب كرة القدم المنتخب منتخب الفراعنة، صحيح. ومسميين مصر ومشهور عالميا باللي إحنا أحفاد مين؟ أحفاد الفراعنة. أنا من وجهة نظري كباحث ودارس الآثار المصرية بقول اللي إحنا مش أحفاد الفراعنة، وهذه مقولة خاطئة. ده وجهة نظري أو البحث اللي أنا عملته في هذا الشكل. عندي أدلة وعندي الدليل بتاعي اللي عاوز اسرده للمشاهدين. اول حاجه، فرعون ذكر في القران الكريم 74 مره نكره ليس معرب بالالف واللام. دي ليها مغزى. ايه المغزى؟ ان الاسماء لا تعرف، ده رقم واحد، يبقى نقول ده اسم وليس لقب. رقم اتنين، لم يذكر في التوراه او الانجيل او القران بصيغه الجمع، ما فيش الفراعنه او الفراعين. فده نقول تاني دليل اللي هو اسم. تالت حاجة، بالله في القرآن الكريم امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة فرعون. طب لوط ونوح أسماء، إذا فرعون اسم لأن اقترن معاهم. تمام. طب يبقى كده بالقرآن أنا عندي دليل من القرآن اللي بيقول ده اسم. طب أرجع بقى للمصادر التاريخية والمصادر الأثرية بتاعتي. أول ذكر لفرعون داخل الخرطوش الملكي ده كان ايه؟ الخرطوش الملكي الاول، انا لسه هقول لحضرتك، دي قصه كبيره. الخرطوش الملكي ده، مش خرطوش ده نعرفه اللي هو بتاع لا مش دي، لا مش دي. الخرطوش دوت ده اطار بيتكتب اسمه، بيتكتب جواه اسم الملك فقط لا غير، وده اللي هيخلينا هنرجع لشعار الزمالك. تمام. فالخرطوش الملكي دوت اول من اتخذ، اول ما كتب في العصر اسمه العصر البطلمي، كان موجود في معبد كلبشه ومعبد فيله في اسوان. طب اللي بيتكتب داخل الخرطوش هو ايه؟ اسم الملك. طب فرعون مكتوب جوه، يبقى فرعون ايه؟ اسم الملك. الشخص. طيب نرجع بقى للدوله القديمه، بنلاقي اللي فرعون ده كان اصلا جاي من كلمه اسمها برعى. برعى البيت العظيم، ترجمه باللغه المصريه القديمه مش اللغه الهيروغليفيه كمان، لان اصلا مفيش حاجه اسمها اللغه الهيروغليفيه، اسمها اللغه المصريه القديمه، تنشق الى الخط الهيروغليفي، الخط الهيراتيكي، الخط الديومونيتيكي، ثم بعد كده مرحلة اللغة القبطية أو الخط الإيه القبطي. فبنلاقي فرعى، لو برعى موجود داخل الدولة القديمة في نقش للملك شبسسكاف في الدولة القديمة، ملك اسمه شبسسكاف. طب هل الملك ده خده؟ لا. طب الملك في مصر القديمة كان عنده خمس ألقاب، اللقب النسوبيتي أو التتويج بتاع الحكم، أو اللقب النبتي، أو اللقب حورس الذهبي، أو صارع اللي هو ابن ابن ايه؟ ابن الشام. فعنده هو خمس القاب يعني اللي بياخد. الفرعون او الملك ليه اكثر من اسم، ليه خمس القاب بياخدهم. طب هل البرعه لقب منهم؟ لا، ما خدوش في الدوله القديمه. طب خدوا في عصر الانتقال الاول؟ ما خدوش. طب في عصر الانتقال الثاني؟ ما خدوش. طب في الدوله الوسطى؟ ما خدوش. طب اول واحد واخده مين؟ اخناتون اللي هو امنحوتب الرابع في الدوله الحديثه. طيب ما قبل اخناتون ما ينفعش حضرتك تقول عليه فرعون. ليه؟ لان هو ما خدش اصلا اللقب اللي حضرتك بتتكلم بيه. طب فتره الدوله الحديثه جاءت بعد حكم الهكسوس لمصر. طب انا ليه ما اقولش ان الاسم ده دخيل اساسا على الحضاره المصريه، لان ما كانش موجود قبل الهكسوس لما جم وغزوا مصر واحمس طردهم من بره. فجاء في الدوله الحديثه اخناتون خد هذا اللقب. فاول من تلقب بلقب فرعون او خد لقب البرعه هو اخناتون امنحوتب الرابع في الدوله الحديثه. ما قبل ذلك ما فيش. طيب ما نيجي يعني من الدوله الحديثه امنحوتب يعتبر فرعون، امنحوتب الرابع اللي هو اخناتون اول من اخذ هذا اللقب اللي هو البرعه، فنقول عليه حولناه الى فرعون. جميل جدا. اذا كل من جاء في الدوله الحديثه يبقى فرعون. بنتكلم بقى بنقول اللي هو فرعون، احنا بنتكلم لو هم هياخدوا بقى جميع الالقاب، ففي ملوك خدوه وفي ملوك ما خدوش. فازاي انا عندي مثلا اكتر من 300 ملك مصري قديم حكم مصر، اجي اشخص كل الحضاره، التقدم المعماري والتقدم في الفلك والتقدم في الطب، كل التقدم اللي الحضاره المصريه القديمه وصلت له، اجي اشوهها بلفظ الفرعون اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم يستحيي النساء
ويذبح الاطفال. ولو هميل الفرعون ده اسم مصري يعني مال كان ملك مصري، فده ما ده ملك واحد، ما ينفعش ان انا اعممه على باقي الملوك. هل انا اعمم الجزء على الكل ولا الكل على الجزء؟ المفروض الكل على الجزء وليس الجزء يتعمم على الايه؟ على الكل. فانا وجهه نظري في البرامج كلها اللي بطلع فيها ما بحبش اللي انا اقول الفراعنه او احنا احفاد الفراعنه او كده، بقول احنا احفاد المصريين القدماء ونفتخر بذلك، احنا احفاد المصريين القدماء او القدماء المصريين. ولكن لفظ الفراعنه يعني لفظ خاطئ من وجهه نظري ومن خلال الادله اللي سردتها. كلام حضرتك شرحته لنا دلوقتي، قلت انه ما الدوله القديمه وما قبل الهكسوس ما كانش فيه كلمة برعادة، كان موجود ولكن لم يستخدمه الملوك كلقب. تم استخدامه في في الدولة الحديثة من العصر القديم، مظبوط ولا انا فاهم غلط؟ اضيف لحضرتك حاجة بسيطة وللسادة المشاهدين، كم واحد الأول بعد أخناتون استخدموا هذا اللقب؟ يعني ممكن نقول مثلا 8 أو 9، فما ينفعش 8 أو 9 كجزء، يعني اما نحسبهم كنسبه، نسبه وتناسب من ال 300 مثلا 65 حاكم اللي حكموا مصر، فمش هينسلوا نسبه، فما ينفعش ان انا اطلع كحضاره. يجوز انه من ال 8 9 ده يكون في فرعون اللي ذكر في القران؟ يجوز اللي هو يكون واحد منهم. طب هل لو واحد منهم كان يستحي النساء ويصبح الاطفال، ينفع ان انا اطلق او اعمم هذه الظاهره على جميع الملوك المصريين القدماء؟ فرعون بشكل عام اللي ذكر في القران يعني سيء الذكر، فيعني ما يعني ما فما ينفعش اللي انا اصلا اتمسح بيه. ايوه ما حدش بيتمسح بيه ولا حد يعني ولا بتكلم في كده. الفكره ان دي الدوله القديمه 7000 سنه زي ما احنا بنقول، فالمصريين بيبقوا مفتخرين بان احنا اصحاب تاريخ واصحاب حضاره. احنا اصحاب ما بقول لك احنا مفتخرين بده. فبيجي بقى الممر بتاع فرعون بيعتبره استسهال، مثلا انه الاشهر والذكر في القران، فبيبقى يقولوا الدوله في الفراعنه. اضيف لحضرتك حاجه بسيطه، الاسماء في مصر القديمه كانت اسماء مركبه. بمعنى عندنا اسم ميرت امون، محبوبه امون. عندنا اسم هامان اللي ذكر في القران، ده اسم مركب. عندنا الها دي اداه نداء، وعندنا من اللي هو يشيد او يبني، فهامان اللي هو كبير المهندسين اللي كان موجود في هذه الفتره. عندنا اسم سيدنا موسى، اسم سيدنا موسى اسم مصري قديم مكون من شقين، المو معناها ماء والصا معناها ابن، فموسى اللي هو ابن الماء عشان هم لقوه فين؟ لقوه في اليم، تمام كده؟ فالاسماء مركبه. طب اما امسك اسم فرعون، هل هذا الاسم مركب؟ طب لو كده خدناها واحده واحده كده، بنلاقي مكتوب فر، طب ما ممكن اقول ده الاسم، وعه بالمصري القديم كان العالي او العظيم، ووين الموجود، فالعظيم العظيم او العالي والعظيم والموجود دي صفات مين؟ صفات المولى تبارك وتعالى. اللي كان بيتنازع معاه فيها فر اللي هو فرعون، تمام؟ فهو ممكن نقول عليه، ما هو علم الاثار علم اجتهاد بالادله يعني وبالابحاث، وقال انا ربكم الاعلى. فبقول اللي ممكن يعني ده برضه عندي وجهه نظر ثانيه كانت تحتمل الصواب وكانت تحتمل القطع، بقول اللي هو اسمه مركب، فر ده اسم الشخص، ووع اللي هو العظيم او العالي، ووين الموجود فدي صفات ليه، زي ما بنقول الله ده الاسم الاله العظيم، فالعظيم ده صفه، فالاسم في مصر القديمه كان بيحمل الاسم والصفه في نفس ذات الوقت، ففر الاسم والعظيم اللي هو الصفه بتاعته، وين الموجود.